بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها، قابليها، وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان في كمال العافية في الدين والدنيا والآخرة، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحسن الأخلاق وإطعام الطعام ما حيينا يا رب العالمين، وتقبل ذلك منا يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع على شرح ابن قاسم الغزي رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. فصل في الضمان. وقلنا أن الضمان هو مصدر ضمنت الشيء ضمانا إذا كفلته. وشرعا، وإحنا وقفنا على الشرع، وشرعا التزام ما في ذمة الغير من المال، يبقى ده ضمان الديون، لأن في ضمان أبدان، إنك تضمن إنك تحضر إنسان إذا طلبوه، ده اسمه ضمان الكفالة، يسموه كفالة. وقال لك وأنا به زعيم، يعني وأنا به ضمين، كفيل يعني إيه ضمين. وفي ضمان العين، إنك أنت ترد عين مغصوبة أو شيء من هذا، فلا ترد قيمتها بل عينها نفسها. وفي ضمان الدين، فإحنا بنتكلم في ضمان الديون. وشرعا التزام ما في ذمة الغير من المال، يبقى بيتكلم على واحد من الضمانات الثلاثة اللي هو إيه؟ ضمان الدين. في كفالة العين اللي هو ضمان العين، وفي كفالة البدن اللي هو في الكفالة، سماها كفالة وهتيجي بعد كده. وشرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف، ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها. يبقى علشان يضمن لازم يعلم قدر الدين. وقلنا ان الضمان ده عقد بين ثلاثة اطراف، بين مضمون عنه ومضمون له وضامن، يبقى في ثلاث اشخاص. واحد ليه دين على واحد، يجي واحد في النص يضمن المدين للدائن، كويس؟ يبقى المضمون عنه ده المدين، والمضمون له ده الدائن، والضامن اللي هو الشخص الوسط، وبينهم دين، يبقى دي الرابع، وصيغة، يبقى خمسة. يبقى دي أركان عقد الضمان خمسة، ثلاثة أشخاص ودين وصيغة. في الحوالة قلنا في دينان، فيبقى الأركان ستة في الأحوال، لكن في الضمان الأركان خمس لأنها دين واحد. فهنا بيقول الشيخ البيجوري بيعلق على الشرح، بيقول وشرعا عطف على مقدر مأخوذ مما تقدم، فكأنه قال فهو لغة كذا، وشرعا التزام ما في ذمة الغير. التزام ما في ذمة الغير يعني بصيغة تدل على الالتزام، فكأنه كلمة التزام أدخل معنى الصيغة فيها، لأن هيعرف منين إن أنا التزمت وضمنت إلا لو كان في صيغة، لأن الاطلاع على الآخر على قلبي، فلابد في العقود نراعي الصيغة، كويس؟ أي بصيغة. ولو قال عقد يقتضي التزام
لكان أولى، لأن الضمان اسم للعقد الذي يقتضي الالتزام لا لنفس الالتزام. لكن كلام الشيخ الخطيب صريح في أنه يطلق على كل منهما، فإنه قال: وشرعا يقال للالتزام حق، أي إلى أن قال، ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك. يبقى الضمان يطلق على العقد ويطلق على الالتزام اللي هو ما يدل عليه العقد. يبقى الضمان لها معنيان، أحيانا يطلق ويقصد به العقد، وأحيانا يقصد ويقصد به ما ينبني عليه العقد وهو الالتزام نفسه، زي ما قال الخطيب الشربيني في الشرح. وقوله ما في ذمة الغير، أي شيء في ذمة الغير. المدين ده إنسان آخر غيري، أنا حضمنه، يبقى أنا بضمن اللي في ذمته، يبقى ضمان ما في ذمة الغير، يبقى هو اشترى شيء ولم يدفع ثمنه فصار مدينا لمن اشترى منه. كويس. طيب الذي اشترى منه ده عايز يضمنه، يقوم يجي طرف آخر يضمنه، علشان لو عجز يقوم الطرف ده يدفع. وأحيانا لضمان الحقوق يبقى في رهن، وهيجي عقود الرهن احنا اتكلمنا عليه قبل كده. يعني افرض هو لا يجد من يضمنه، ملوش معارف، غريب في المكان، او لا يحب ان يكون لأحد عليه منا، لأن الضمان في نوع منا برضه، يقوم يبقى يستخدم حاجة اسمها الرهن، يديله حاجة يرهنها عنده لحين ما يأتيه بالثمن. كويس. واحنا قرأناه في الرهن. طب افرض ليس عنده شيء يرهنه، يبقى يلجأ للضمان، الضمان اللي هو اما ضمان جهة او ضمان شخص. في مثلا الموظف الوقت بيضمنه جهة عمله عشان ليه راتب، ففي جهة قد تكون ضامن، وقد يكون الجهة وقد يكون الضامن شخص فرد، يكون راجل مشهور معروف في المكان ان هو مثلا غني وعنده اموال في السوق وله اسم تجاري يضمنه. فممكن هذا وممكن هذا، وممكن يضمنه رصيده في البنك، كل دي وسائل للضمان. واحيانا يكون من اسباب الضمان ان يحجر عليه، يحجر عليه، يعمل له حظر بيع لحين ما يسدد، يبقى تملك موقوف، لان التملك المالك لابد ان هو يعني علشان يتملك تملك كامل يبقى عنده حرية التصرف بالبيع والشراء فيما تملك. لا، لما ما دفعش يقوم يعمل عليه حظر بيع، يعني ما يبيعش الا باذنه، زي ما بيحصل في ديون السيارات دلوقتي. ساعات تعمل السيارة وتدفع جزء من الثمن ويطلع لك الرخصة مكتوب عليها حظر بيع. ليه حظر بيع؟ عشان البنك ليه حقوق عليه ما تقدرش تبيع، ده نوع من الضمان ايضا. يبقى وسائل الضمان كثيرة في العصر بتاعنا، لكن احنا هنا بنتكلم على صورة من صور الضمان اللي كانت متبعة في العصور القديمة، وهي ان شخص يضمن شخص، انما الوقت بقت في جهة تضمن شخص، جهة معنوية. فبيقول هنا ايه، من المال، التزام ما في ذمة الغير من المال، ليس كل ما في ذمة الغير، لان ذمة الغير متعلقة بها عبادات. هل اضمنه انا في الصلاة يعني؟ لو ما صلاش اصلي بداله في العبادة يعني؟ لا، مفيش ضمان في العبادة، واضح. لكن ده الضمان ده في المعاملات، في المعاملات المالية، واضح، لكن مش في العبادات. عشان كده قال لك من المال وليس كل شيء. في ذمته انه يعدل بين زوجاته، اضمنه انا فيها دي؟ ما ينفعش اضمنه في، افرض واحد متجوز ثلاثة، اضمنه انه يعدل بين الزوجات؟ طب انا اضمنه منين؟ اجيب انا؟ طب افرض هو ما قامش بالعدل، اقوم انا مكانه بالعدل؟ ما ينفعش، واضح. يبقى الضمان يكون في المعاملات المالية، وعشان كده قال لك من المال، ليس ما في ذمة الغير مطلقا ويسكت، لان ذمة الغير متعلقة بامور كثيرة، عبادية ومعاملة مالية ومعاوضات وغير ذلك، واخد بالك؟ يبقى هنا من المال بس. وعشان كده كلام الفقهاء كله دقيق، تقدرش تختصر وتشيل كلمة، لو شلت كلمة تقع في الغلط، خدت بالك؟ علشان كده بيقول التزام ما في ذمة الغير من المال. وهذا قاصر على ضمان الديون، لان احنا قلنا ان في ضمانين تانيين هيجيبهم بعد كده، اللي هو ضمان البدن، ان انا اضمنه لما تطلبه المحكمة اجيبه. كويس.
افرض ان انا ممكن ما اضمنش الدين، لكن اضمنه نفسه هو لما يجي الاخر يطالبه بحقه ان انا اجيبه، لانه ده بيسافر كتير، فالتاني مش عايز يتعامل معاه، بيقول طب ما انا لما اجي اطلب حقي هجيبه منين، ده كل شويه بيسافر. يقوم يجي واحد طرف اخر عنده القدره على انه يجيبه، ملتزم، فيقول انا التزم امام القاضي ان انا احضره اذا طلبه القاضي. كويس، يبقى ده اسمه ضمان بدن، بيجيب البدن نفسه، الانسان نفسه، الشخص ده مش بيتكلم عليه هنا. وفي ضمان العين برضو، ان اضمن ان انا احضر لك عين ما اخذ منك، لا قدرها ولا قيمتها ولا بدلها، ده برضو هيتكلم عليه بعد كده. وهذا قاصر على ضمان الديون، وهو الذي اقتصر عليه المصنف هنا، وستأتي الكفالة بالبدن في الفصل بعده. وفاته التزام رد العين المضمونة، كأن كانت مغصوبة أو مستعارة. يعني الإعارة، هو استعار منك حاجة، طب تضمن منين إنه يجيبها لك؟ يوم يجي لك طرف آخر يقول لك أنا أضمنك أجيب لك أنا الحاجة اللي استعار، يبقى هتيجي في الاستعار، واخد بقى، وفي الوديعة أو ده عنده، ويبقى فيه ضمان رد الشيء. أو المغصوب غصب شيء، خدها غصبا، أو ما أنا أجي أضمن لأن أنا جهة مسؤولة، واخد بالك، إن أنا أجيب لك ما غصبه منك، فتقوم تيجي الحكومة مثلا، وزارة الداخلية مسؤولة إن هي تحضر ما غصب من الناس، لأن هي ماسكة إيه؟ النواحي التنفيذية مش النواحي القضائية. ووزارة العدل مسؤولة إنها تحكم لك بحقك إن ضاع منك من حيث القضاء، يبقى وزارة العدل تضمن قضاء، وزارة الداخلية في الحكومات الحديثة تضمن تنفيذا. واضح؟ كل دي وسائل للضمان. كانت زمان ما فيش حكومات فكان في أفراد يضمنوا، دلوقتي بقى في حكومات لكثرة الناس واتساع المعمورة وكثرة تعرفات الناس وتداخلاتها، فأصبح كان زمان البلاد معروفة، الناس كلهم يعرفوا بعضهم، كل اللي ماشيين في الشارع يعرفوا بعض، ده مين وده مين. إنما دلوقتي تمشي في القاهرة مش عارف نفسك حتى من الزحام. فيبقى لازم تيجي جهات بقى كبيرة قوية، حكومات نظامية تضمن حقوق الناس بعضها من بعض. وعلشان كده ده اللي احنا فيه، ده تطور للفقه الإسلامي بس في صورة جديدة. يبقى كان زمان بيتكلموا على ضمان أفراد لأفراد، الوقت احنا طورناها الى ضمان هيئات وحكومات الى افراد. واضح؟ وفاته التزام رد العين المضمونة كأن كانت مغصوبة او مستعارة، فانه يصح التزام ردها لمالكها، فانها فان تلفت لم يلزمه شيء. لو تلفت بقى العين المغصوبة، الضامن ما يلزمه شيء إذا كان الضامن هنا أشخاص، لكن في بعض الحكومات بتلتزم أيضا رد البدن، مفيش مانع. لكن لو كان على صورة شخص لشخص، فلو تلفت العين المغصوبة في يد غاصبها وأنا ضمنت أحضرها، طب ما هي تلفت العين خلاص، يبقى أنا مش ملزم بشيء. كويس؟ فأنواع الضمان يبقى إيه؟ اللي مش ملزم هو الضامن، لكن الملزم مين؟ الغاصب. يعني ما يرجعش للضامن، يرجع للغاصب بقى، يدفع له قيمتها، يحجر عليه، يقبض عليه، يعمل اي حاجه، لكن ما يرجعش للضامن. واضح؟ مش معنى كده ضاعت على صاحبها، لا ما ضاعتش على صاحبها، لكن ايه؟ يبقى يرجع للغاصب نفسه. واضح؟ فانواع الضمان الشامل للكفاله ثلاثه زي ما قلنا: كفاله دين، كفاله عين، كفاله مغصوب او بدن. كفاله دين، كفالة عين، كفالة بدن، ثلاث أنواع. ولذلك عرفوه بأنه التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار عين مضمونة، أو بدن من يستحق حضور. إيه؟ علشان كده عرفوا الضمان بأنواعه المختلفة، قالوا إيه؟ التزام حق ثابت في ذمة الغير، ده ضمان الدين، أو إحضار عين مضمونة، ده ضمان العين، أو بدن، ده كفالة البدن. من يستحق حضوره، أو بدن من يستحق حضوره. قول: وشرط الضامن، اللي هيضمن ده بقى في شروط، ما ينفعش يجي طفل صغير يضمن، هيضمن ايه؟ ده ملوش أهلية. كويس؟ لازم شرط الضامن له شروط.
وشرط الضامن ان يكون فيه اهلية التصرف. صرح الشارط الشارح بشرط الضامن، واشار المصنف لشرط المضمون بقوله ويصح ضمان الديون. يبقى المضمون هو الدين، والديون دي المتضمن ليها شروط، مش اي دين يضمن، لازم الدين ده يبقى مستقر في الذمة او يقول للايه الاستقرار، وانه كمان يكون معلوم القدر والقيمة والجنس مش مجهول. يبقى الدين نفسه لازم يكون معلوم ويكون مستقر في الذمة. وشرط المضمون له برضو في شرط الضامن وشرط المضمون له وشرط المضمون وشرط المضمون عنه. المضمون عنه ما فيهاش شروط كتير. عند الشافعية لا يشترط رضاه ولا يشترط حتى علمه. كويس، ده المضمون عنه. لا يشترط معرفته ولا يشترط رضاه، لأن ممكن تتبرع أنت وتسدد. كويس؟ يعني ممكن واحد أما يعرف إن حتى فلان مات وعليه دين وهو ما كنتش تعرفه خالص، لكن من باب كده المحبة والأخوة تقول دينه عليا تبرعا، وهو لما مات ما كانش يعرفك أصلا. فلا يشترط أصلا إن المضمون عنه يعرف الضامن أو يرضى كمان، يعني الرضا مش أصل مش سبب، لكن المضمون له يشترط رضاه، يشترط رضاه، واخد بالك إزاي؟ لا يشترط رضاه لكن يشترط قصدي معرفته، لكن لا يشترط المضمون له. المضمون له ده يعني ايه؟ عايز ياخد فلوسه وحقه خلاص، ياخده من اي جهه، يبقى ما يشترطش بقى يرضى وما يرضاش، وليك حقك يوصل لك من ايدي انا او من ايد غيري، لكن يشترط معرفه الجهه اللي هياخد حقه منها. فهمت؟ يبقى المضمون له لا يشترط فيه الرضا لكن يشترط المعرفه، والمضمون عنه لا يشترط لا معرفته ولا رضاه. سهله؟ وفي تفصيل في وجه عند الشافعية غير معتمد، ان يشترط في المضمون له ما يشترط في المضمون عنه، لكن ده وجه في التوسع في المذهب، وهو ده عند الاحناف وجه عند الشافعية، ان ما يشترط في المضمون له يشترط في المضمون عنه. واضح؟ فهنا بيقول وشرط المضمون له ان يعرفه الضامن بعينه لا باسمه. يبقى لازم المضمون له ابقى انا عارفه، انا حضمن. حضمن لمين؟ لازم اعرف حضمن لمين، مش هاخد اسمه بس، قد تتشابه الاسماء، ده انا لازم اعرفه بنفسه بشخصه، لكن ممكن الاسم يتشابه، اخد الاسم ويجي لي ده لحد الاسم الثلاثي والرباعي ساعات يشبهوا بعض، فيبقى لازم اعرفه بعيني لا باسمه فقط. وشرط المضمون له أن يعرفه الضامن بعينه لا باسمه ونسبه، لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا، وتكفي معرفة وكيله عن معرفته كما أفتى به ابن الصلاح وهو المعتمد. طب افرض أن المضمون له ده أنا مش عارفه، لكن عارف الوكيل بتاعه، ليه مكتب محاماة وعمل له توكيل بيشرف على معاملاته الماليه، يبقى انا عارف المحامي بتاعه. خلاص يكفي. مش مهم اعرفه هو شخصه. يا اما اعرفه شخصه يا اما اعرف الوكيل عنه. كويس؟ كما افتى به ابن الصلاح وهو المعتمد، وان افتى ابن عبد السلام بخلافه، لان الغالب ان الشخص لا يوكل الا من هو اشد منه في المطالبه، ولا يشترط رضاه. ما يشترطش بقى ان المضمون له يبقى راضي بان انا ابقى ضامن او مش ضامن، انت مالك ان انا او غيري، انت ليك حقك يوصل لك، مش يقول لا انا ما اقبلش ان ده يبقى الضامن عشان بيني وبينه مثلا مشاكل او في مثلا عداوه او شيء من هذا، لا ملوش يختار، هو ليه يضمن حقه خلاص من اي جهه. واضح؟ ولا يشترط رضاه لان الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد المعاقدات، ولا يشترط في المضمون عنه معرفته. المضمون عنه بعد المدين ده ما يشترطش معرفته خالص، ولا رضاه. لا يشترط ان الضامن يبقى عارفه، ولا يشترط رضاه كمان على المذهب لجواز التبرع
بأداء دين غيره بغير معرفته ورضاه، وهذا في ضمان المال كما هو سياق الكلام. أما في ضمان البدن طبعا لازم يبقى عارفه لأنه هيجيب شخصه وهو المسمى بالكفالة، فيشترط إذنه لأنه لا يلزمه الذهاب معه للتسليم إلا حينئذ. لما أنا أضمن إن أنا أجيب شخصه وهو ما يعرفش إن أنا ضمنه، طب ما أنا لما أجي أطلبه وتعالى وديه هيقول لي أنا أجي معاك بصفتك إيه؟ ما يرضاش يجي معايا، مش كده؟ لكن لابد إن يبقى عارف إن أنا ضمنه بدنا، إن أنا مسؤول إن أنا أعلمه إنه الدائن عايزه في الميعاد الفلاني. زي احنا الوقت ساعات بيعمل ايه في عقود البيع، عقد صحة ونفاذ، ويقول له بس لما اجي في المحكمة تطلبك للتوقيع تيجي، مش كده برضه؟ فممكن في الفترة دي ما يجيش، طب مين اللي يضمنه؟ يجي واحد من عيلته يقول له لا انا اضمنه لك، انا اجيبه لك في المحكمة وقت ما ايه ما القاضي يطلب التوقيع صحة ونفاذ اجيبه، او اجيب وكيله المحامي بتاعه يوقع مكانه. إيه بس دي كفالة بدن، واضح؟ وفي الحالة دي لازم يبقى عارفه بعينه، يبقى هما الاثنين عارفين بعض، علشان لما اجي اطلبه ما يقوليش انت صفتك ايه، يبقى ليا صفة معلومة، واضح؟ وشرط الصيغة للضمان والكفالة الآتية. الصيغة اللي هي الكلام اللي بيتقال، لازم الكلام واضح لفظ يشعر بالتزام، لازم اقول له لفظ يشعر بان انا اصبحت ملتزم، كضمنت دينك على فلان، هذه صيغة ضمنت دينك على فلان، أو تكفلت ببدنه بخلاف دين فلان إلي. لو قال دين فلان إلي وخلاص ما فيهاش معنى الضمان، لكن فيها نوع معنى نوع من الالتزام، وليس التزام قوي، والضمان لازم يبقى عقد قوي. فما يقول دين فلان إلي، طب ما هو إلي دي يعني يقول إلي ولا يقول علي ولا يقول إيه؟ عايز تترجمها إزاي؟ فدي الصيغة دي المعلقة دي اللي تحتمل ما تنفعش، لازم صيغة واضحة ما تحتملش. أو يقول أؤدي المال أو أحضر الشخص، إذا خلى عن النية فليس بضمان، لأنها إيه؟ الألفاظ الكنائية اللي تحتمل أكثر من معنى لابد إن يبقى مصحوبة بالنية الضمان. لو خلت عن النية تبقى أصبحت وعد، وعد بس، كويس؟ ولا كفالة بل وعد، لا هي ضمان ولا كفالة بل إيه؟ وعد بس. ويشترط أيضا في الصيغة عدم التعليق، مش يقول له ضمنت دينه إن شاء الله. إن شاء الله يعني إيه يعني؟ طب ما أنا إيه عرفني بمشيئة الله؟ لو قالها تبركا معلش، لكن لو قالها يقصد بها التعليق على المشيئة وأنا ليس لي علم بالمشيئة، يبقى هنا أنا ما أعرفش، ما ينفعش. أو أقول له مثلا ضمنت دينه من الشهر القادم، ما ينفعش. طب وقبل الشهر القادم افرض إن استحق، افرض إنه مات قبل الشهر القادم، طب هاخد أنا فلوسي من مين؟ واضح؟ فيبقى ما ينفعش، لا يعلقها بزمن ولا يعلقها بمشيئة ولا يعلقها بأمر. يقول ضمنته يبقى جازمة، يبقى في صيغة معلقة وصيغة جازمة، فلازم في الضمان تبقى الصيغة جازمة وليست معلقة، على شرط سواء الشرط ده زمني أو إيه أو أي شيء. وعدم التعليق والتأقيت، فلو قال إذا جاء الغد ضمنته، لو قال إذا جاء الغد ضمنته يبقى وعد، لما يبقى يجي ده وعد. يعني هو ينفع أما واحد يقول لوكيل زوجته وهو بيقول له زوجتك ابنتي، يقول قبلت من الغد ان شاء الله، ده جوازه ايه دي؟ مش نافعه دي. يقول قبلت اسكت، انما يقول قبلت من الغد، قبلت الشهر القادم، او قبلت مثلا اذا جاء قطار الساعه 6 في موعده ولم يتاخر، ما ينفعش. افرض جاء 6:05، يبقى ما ينفعش. كل الصيغ المعلقه المهزوزه دي ما تنفعش في العقود، واضح؟ فلو قال إذا جاء الغد ضمنت، أو كفلت، أو أنا ضامن من مال فلان أو كفيل ببدنه شهرا، لم يصح. قال أنا أضمنه لمدة شهر بس، أزيد من شهر ما ينفعش، فهمت؟ أقطع بمدة ما ينفعش، واضح؟ ولو كفل بدن غيره
وأجل إحضاره بأجل معلوم صح. الصورة الثانية بقى هنا يضمن جازما، لكن يقول له بس أنا مش هقدر أحضره لك إلا بعد شهر، أنا ضمنه احضره ولكن بعد شهر أحضره، لا بعد شهر أضمنه. في فرق، لو قال بعد شهر أضمنه ما تنفعش، لكن قال أضمن فلان وبعد شهر أحضره، يبقى الصورة دي تمشي. واضح؟ وأجل إحضاره بأجل معلوم صح كضمان الحال مؤجلا، لأن قد يكون الدين حال ويأجله، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. واضح؟ ويثبت الأجل في حق الضامن استقلالا دون الأصيل. المدين ده اسمه الأصيل، كويس، والضامن اللي هو أنا هضمنه. طيب افرض ان انا ضمنت ان انا اسدد دينه، ضمنته على ان اسدد دينه بعد شهر ان عجز عن اداء الدين. واضح؟ الاصيل ده كان موعد سداد الدين النهاردة، فعجز الاصيل عن اداء الدين النهاردة، يبقى الدائن يصبر بعد شهر يطالبنا. واضح؟ فهمت الصورة؟ فهمت الصورة دي؟ ولو كف كضمان الحال مؤجلا ويثبت الأجل في حق الضامن استقلالا، الأجل يثبت في حق الضامن استقلالا، لكن في حق الأصيل دلوقتي يدفع دين الأصيل اللي هو المدين. واضح؟ دون الأصيل فلا يثبت في حقه الأجل، فلا يثبت في حقه الأجل للأصيل يعني. فقول المحشي في هذه الصورة ولا يثبت الأجل أي في حق الأصيل مش في حق إيه؟ الضامن اللي هو الكفيل. ما هو عندنا الأصيل والكفيل أو الوكيل، هتيجي في الوكالة برضه، كويس، يبقى الأصيل ويجي قدامه الكفيل في باب الكفالة والوكيل في باب الوكالة، سهلة، والولي في باب الحجر. يبقى عندنا الأصيل يقابله إيه في باب الحجر؟ يقابله الولي، وفي باب الوكالة يقابله الوكيل، وفي باب الكفالة يقابله الكفيل، لكن هو المعنى واحد. فلا ينافي ثبوته في حق الضامن ولا يثبت الأجل إلا في حق الأصيل. هنا ولا يثبت الأجل أي في حق الأصيل فلا ينفي ثبوته في حق الضامن. هنا بقى صورة تانية، حتى لو مات الأصيل لم يحل على الضامن، بخلاف عكسه. هو قال له إن الدين معاده النهاردة يسدده، الأصيل قال معاده النهاردة، والضامن قال أضمنه بعد شهر، فمات الأصيل ما يجيش يطالبني إلا بعد شهر، لكن ممكن إن أنا أسدده ما يجراش حاجة، لكن هو مال يعني لو سددته قبل الشهر ده على سبيل إيه؟ التطوع والتبرع، لكن ملوش حق يطالبني بالأداء إلا لما يجي الشهر. واضح؟ بخلاف عكسه وهو ضمان المؤجل حالا. العكس بقى، الاصيل دينه بعد شهر، المدين هيسدد الدين بعد شهر، جاب ضامن قال انا سدده له دلوقتي. واضح؟ الصورة اختلفت، نعمل ايه؟ ما يلزمش الضامن التعجيل، لان لا نلزم الضامن بما لا يلتزم به الاصيل الا ان الزم نفسه، لكن احنا ما نقدرش نلزمه كقاضي، ما يقدرش يلزمه، لان ازاي يلزمه اذا كان الاصيل اصلا دينه يجب بعد الشهر. واضح؟
وهو ضمان المؤجل يعني الدين الآجل حالا. افهم كلام الفقهاء علشان ايه ما تتعبش معاهم، لانك لو ما فهمتش كلامهم تتعب، تلاقي نفسك كانك بتقرا اللوغاريتمات، مع ان اللوغاريتمات لو فهمتها برضه هتلاقيك نفسك فاهمها برضه، بس هو اي عاده يعني كده الناس يقول لك الحاجه اللي مش مفهومه خالص يبقى لوغاريتمات. هي مفهوم، لو انت فهمت قواعد اي علم هتفهمه طول ما انت بتقرا، بس تفهم قواعد الاول. زي ما بعض الناس كده ايه في كلام المتصوفه والاوليه يفهموا غلط، لانه مش عارف اصلا اسلوبهم في الكلام، يقوم يحكم عليهم انهم وحشين. ليه؟ عشان هو فهمه، فاهم ان اللي فهموا هم اللي يقصدوه. لا، ما يقصدوش اللي فهم انت. الكلام اللي فهمته انت ده هم ما كانش في بالهم اصلا وهم بيقولوا الكلام ده. ولو عرفوا انك انت فاهم الكلام ده هيقولوا لك احنا ما بنقولش كده على فكره، احنا زيك، احنا نعترض. لكن هم بيتكلموا كلام انت اللي فهمته غلط. فهمت بقى ازاي؟ فبيقول هنا: ولا يثبت الأجل أي في حق الأصيل، فلا ينافي ثبوته في حق الضامن حتى لو مات الأصيل لم يحل على الضامن بخلاف عكسه، وهو ضمان المؤجل حالا، فلا يلزم الضامن تعجيل وإن التزمه حالا، لأن الأجل يثبت في حقه تبعا للأصيل. فهمت كلامه؟ فلا يطالب واحد منهما قبل حلول الأجل. ولو مات الأصيل، طب لو مات بقى الدين الآجل ده بعد شهر متى يحل؟ يحل بالموت أو بالأجل، أيهما أقرب؟ افرض مات قبل ما يمر الشهر، يبقى حل الأداء، أيهما أقرب؟ فهمت إزاي؟ فبيقول لك هنا: ولو مات الأصيل حل عليهما. لو مات بقى في الدين الآجل يحل بقى على إيه؟ عليهما معا، لانه ضمنه حالا. فهمت بقى ازاي؟ لكن في الصوره الاولانيه حتى لو مات ما يضمنوش الا بعد الشهر. واضح؟ ولا يصح بشرط براءه الاصيل لمخالفته مقتضاه. ما ينفعش يقول اضمنه بشرط تبرأ ذمته. ذمته دلوقتي؟ طب ما هي ذمته هتقول المعلقه لحد ما اخد انا الدين. ازاي ابرأ ذمته دلوقتي؟ ده الضمان اصلا بضمن ذمته، ما في الذمه، ازاي ابرأ ذمته وهي ذمته مشغوله؟ فما ينفعش الضمان بشرط براءه ذمه الاصيل. واضح؟ لان برضو الشرط ده هيخالف مقتضى الضمان، وهو الضمان ان انا اضمن ما في ذمته، فكيف ابرئها قبل ان استوفي حقي؟ واضح؟ قول اهليه التصرف، يبقى شرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف، يصح ضمان من يصح تبرعه. كل من يصح تبرعه يصح ضمانه. كويس؟ ولو كان هذا المتبرع سكران وسفيها مهملا. السفيه المهمل اللي هو إيه؟ السفيه اللي هو المبذر، المهمل اللي هو ما جاش حكم محكمة بالحجر عليه. واضح؟ يسموه سفيه مهمل. يبقى هو مبذر في ماله، مضيع في ماله، لكن ما فيش حكم محكمة عليه بالحجر، يسموه سفيه مهمل. قريناه في باب الحجر زمان، لكن ما فيش حد بيذاكر ولا فيه بيذاكر؟ فيه بيذاكر أحيانا وقليل ما هم. فيصح ضمان من يصح تبرعه ولو سكران وسفيها مهملا ومفلسا في ذمته. والمفلس يصح ضمانه امتى؟ في ذمته تبقى ضمانه، لان الضمان في الذمه مش في المال اللي معايا دلوقتي. انا المال اللي معايا دلوقتي عليه حجر لاني مفلس، لانه في ديون للناس، لكن ممكن اضمن غيري بس في ذمتي لما اطلع من الفلس اللي انا فيه ده ابقى اسدد له. واضح؟ لا في عين من اعيان مالي. المفلس ده محجور على اعيان ماله الحين ما يسدد الديون، فما ينفعش اضمنه من اعيان مالي. واضح؟ لان الاعيان المال اللي في ايدي دي متعلقه بالايه؟ بالدائنين، لكن ممكن اضمنه مما في ذمتي لا بما في اعيان مالي. واضح؟ كشرائه، وان لم يطالب الا بعد فك الحجر، الا بعد فك الحجر.
لا دول اللي ما ينفعوش. لا صبي ده اللي فاتوا دول ينفعوا، اللي جاي بقى ما ينفعش. ما هو اصل طريقة كلام كتابتهم بيكتبوها في القرون بتاعتهم، كانوا يكتبوا العلم بالطريقة الملغزة دي ليه؟ عشان ما يتجرأش واحد غير اهل للتعلم يجيب الكتاب ويقرأ يفهمه ويقول للناس انت صدرت. لابد ان يحتاج الشيخ عشان الشيخ يوقفه على الفهم الصحيح. انما الوقت بقوا ايه، يستسهلوا الكتابة المفرودة اللي اي واحد يقراها يجيله ايهام انه فهم وقد لا يكون فهم، يقوم يستغني عن الشيخ، يقوم يحصل المشكلة اللي احنا فيه دلوقتي. الواحد من دول بيجيب الكتاب من معرض الكتاب ويقعد يقرا في اوضه النوم لوحده. وبعدين جاي الكتاب من معرض الكتاب كمان مش متراجع كويس، في اخطاء مطبعيه، قد يكون في سطر وقع، قد يكون في كلمه فلا يصح اصبحت يصح وشايل لا، لانه مش محققه على الشيخ. يقوم يقراه، والكتاب طبعا مكتوب حلو وهوامش وعناوين جانبيه والوان، عنوان احمر وعنوان اخضر وحاجه خط وخط ايتاليك وميتاليك وموال. يوم يفتكر الحاجه منظمه قدامه يقول لك اه، وهو عقليه كويسه وذكي ونبيه وبيحفظ بسرعه، اروح للشيخ ليه بقى؟ الكتاب حلو ومطبوع كويس وانا نبيه وذكي وبفهم وفهلوي وكل حاجه ومعايا شهادات كمان، اروح اقعد على الشيخ ليه؟ ما يقعدش على الشيخ. وبعدين يقرا الكتاب ويتصدر، يطلع علم غريب الشكل عجيب الشكل. المشايخ اللي اتعلموا على المشايخ يستعجبوا منه، ازاي بيقول الكلام ده؟ الكلام ده غير اللي احنا اتعلمناه من المشايخ. ليه؟ لانه جاله توهم انه تعلم وهو ما تعلمش، لانه لم يسلك طريق التعلم المنضبط. لكن ممكن ياخد العلم من كتاب مراجع على الشيخ من غير ما يقعد مع الشيخ. يعني مش الكتاب اللي يجيبه من معرض الكتاب، لا، ده الكتاب ده اشتراه من معرض الكتاب وهو مشغول، فاداه لابنه وقال له احضر على المشايخ الكتاب ده وصحح هذا الكتاب على المشايخ. ابنه موثوق فيه، حضر على الشيخ حط خط تحت العباره دي وصححها، والكلمه الخطا الهجائي ده راح مصححه وعمل. يقرا الكتاب ده ممكن لانه اتصحح خلاص، انما يقرا الكتاب كده وهو جاي من المطبعه ده بتبقى فيها اخطاء تؤدي بداهيه، ده احيانا الخطا يبقى عكس المعنى. واضح؟ وعلشان كده كان المشايخ زمان بقى بيعملوا ايه؟ كان يكتب العبارات ملغزه عشان لما يجي يقرا كده يقول ايه ده؟ هو هنا الضمير ده يعود على ايه؟ يعود على يصح ولا على لا يصح؟ يقوم يحتار، يقوم يضطر ياخد الكتاب ويقعد على الشيخ، يقوم يطلع عالم كويس. فهمت بقى اسلوبهم بتوع زمان؟ كانوا يقصدوا هذا المعنى. وعشان كده ما كانوش ايه؟ يكتبوا العباره ملغزه ويقول لك حل العباره عند الشيخ. حل العباره عند الشيخ، يحل له العباره يعني ايه؟ يعني يقول له الضمير ده يعود على كذا والضمير ده يعود على كذا والضمير ده يعود على كذا. يقوم يحرر له العباره. كويس؟ وان لم يطالب الا بعد فك الحجر، يعني المفلس ده يصح انه يضمن في الذمه، لكن ما طلبوش بضمانه الا بعد ما فك الحجر عنه. واضح؟ فهمت كلام الشيخ؟ كده خلصت العباره، دخلنا في عباره جديده. عايز يقول لك ايه؟ لا صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه، هو مريض مرض الموت، لا يعني لا يصح ضمان هؤلاء بقى. فهمت بقى الكلام؟ فلا يصح ضمان الصبي ولا مجنون ولا محجور عليه بسفه. احنا قايلين السفيه المهمل يصح ضمان، لكن الثاني محجور عليه بسفه يعني بحكم قاضي يبقى ما ينفعش يضمن. واضح؟ يبقى متى يصح ضمان السفيه؟ تقول اذا كان مهملا. يعني ايه مهمل؟ يعني ليس بحكم قاضي، ما فيش عليه حكم بالحجر. ادي الكلام اللي فاهم. واضح؟ ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق، ما ينفعش. واحد دخل العناية المركزة، ده مرض موت، طالما دخل العناية المركزة بيسموه دلوقتي مرض موت،
ما هو العناية المركزة دي يعني ايه؟ يعني يا اما في رعاية الله الى الاخرة، او في رعاية الله الى الدنيا مرة اخرى، يعني في يعني مش مضمون، مش كده برضو؟ يبقى ده اسمه مرض موت. هو دخل العناية المركزة وكل امواله مستغرقة بديون، يعني هو عنده اموال صحيح بس هو عليه ديون قد الاموال اللي عنده، فما ينفعش يضمن في الحالة دي. الراجل اللي في مرض الموت ده ما ينفعش يضمن، ليه؟ طالما عليه ديون لكن ينفع يضمن لو ما عليهوش ديون مستغرقة وهو في مرض الوفاة، وتبقى في حدود الثلث وما زاد عن الثلث بإجازة الورثة، مش كده برضو؟ اتكلمنا عليها قبل كده، فإن إيه مرض الموت بيبقى في حجر على الإنسان فيما زاد عن الثلث، محجور التصرف عليه طول ما هو في العناية المركزة إنه يتصرف في ماله إلا في حدود الثلث، وما زاد ممنوع إلا بإجازة الورثة. ليه؟ عشان ما يضرش الورثة. يفرض هو متغاظ إن ولاده ما وقفوش جنبه في مرضه الأخير، فجاه راح قال وهو في العناية المركزة: كل أموال أنا متبرع بيها لجمعية الرفق بالحيوان، عشان يحرم العيال ولاده من الإيه؟ من الإرث. ومات. يقوموا يعملوا إيه؟ ياخدوا تلت المال بتاعه يحطوه في جمعية الرفق بالحيوان، والتلتين ياخدوهم الورثة، لأنه محجور عليه فيما زاد عن، لأن النبي قال الثلث والثلث كثير، مش كده برضو؟ الثلث والثلث كثير، يعني أكتر حاجة في الوصية هي التلت، أزيد من التلت ما ينفعش. الأفضل يبقى أقل من التلت، يعني ما توصلش لإيه؟ للتلت. يبقى ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق، ده ما ينفعش ضمانه. طيب ما هو ينفع ضمانه بس في حدود الثلث، ما يضمنش في مال يستغرق كل الارث والا يبقى ضر الورثه. واضح؟ طب ازاي هيبقى هو مثلا مركزه غير مرحبا؟ الله بيزوره في وقت الزياره، جاب له عقد البيع وقال له اضمن لي هنا امتي، مش في وقت الزياره كده برضه؟ جاب الختم بتاعه بيبصم، راح واخد ايده وبصمه على عقد الضمان. مش ممكن كل ده يحصل؟ يحصل. ومكره، المكره برضه ما يصحش ضمانه، ما ينفعش ارفع عليه المسدس اقول له تضمني ولا اطخك في المنيان، اقول له ضمنت، ما هو مكره، ده يقول اللي يقوله مش هينفع طالما مكره. واضح؟ ولو بإكراه سيده، ولو كان عبد وسيده بيكرهه ما ينفعش، لأن السيد سلطته على بدن العبد وليس على ذمته. واضح؟ سلطة السيد على عبده على بدنه، يقدر يبيعه يشتري فيه، لكن يقدر يشغله خدمة يعمل هالبقى، لكن مش في ذمته، ملوش سلطة على ذمته. واضح؟ ولو بإكراه سيده، لأن السيد ليس له تسلط على ذمة عبده بل على رقابته، ويصح ضمان الرقيق أجنبيا لأجنبي بإذن سيده. الواد الرقيق العبد ده واد كسيب بيشتغل رجل أعمال زي المماليك، كانوا بيحكموا مصر وأغنياء وعايشين في القصور وهم عبيد عندهم أموال طائلة، كويس؟ ينفع الواد العبد ده المملوك ده يضمن أجنبي لأجنبي، يعني يضمن جاره اللي ولا يملكه لإنسان آخر، كويس؟ بإذن سيده. بإذن مين؟ سيده. ولو أنثى، ولو كان سيده ده أنثى أو العبد نفسه أنثى ما تفرقش، الذكورة والأنوثة هنا ما تشترطش. واضح؟ لا في السيد ولا في الرقيق، لا في السيد ولا في الرقيق، عشان كده قال لك ولو انثى وسكت، تعود على السيد ولو انثى وتعود على الرقيق ولو انثى، فما تفرقش. ولا بد من اذن جميع ساداته ان تعددوا، اللي هو العبد المبعض، يعني احيانا يبقى العبد ده اشتراه خمسه يملكونه وبيخدم عند كل واحد يوم،
يبقى بيمر كل 5 ايام عند ايه؟ عند ملاكه. واضح؟ يبقى هنا لا يشترك اذن اسياده كلهم الخمسه وان تعددوا. واضح؟ ويصح ايضا ضمان سيده لاجنبي، ولا بد من اذن سيده في هذا، هو نفسه يضمن سيده لاجنبي. العبد الرقيق يضمن سيده، اصل واد شغال بيكسب، عنده مشاريع وليه اسم في السوق كويس، سيده يعني ما عندوش سيوله، مش نقول انه مفلس، لا ده ما عندوش سيوله بس وعايز يشتري حاجه، يقوم يجي الواد ده يضمن سيده الاجنبي، ينفع؟ واضح؟ ويصح ايضا ضمان سيده لاجنبي. فهمت الجمله دي؟ هذه الجمله دي لو ما قعدتش على الشيخ تحتار فيها حيره، تحتار فيها حيره، صح ولا لا؟ يبقى الشيخ مهم ولا مش مهم؟ مهم والله، ما زال الشيخ مهما. طيب ولو استغنينا عن الشيخ كل واحد هيفهم فهم شكل، نقوم نيجي نخبط في بعض زي ما بتشوف المشايخ في الفضائيات يقعدوا يشتموا ببعض والدين واحد. ليه؟ لان ده فاهم متعصب لفهمه، مش فاهم ان في فهم اخر، والتاني فاهم فهم واحد متعصب لفهمه، مش فاهم ان في فهم اخر، فالاتنين يقعدوا يخبطوا في بعض، يقوم الناس غير المسلمين يقول لك شوف اسلامي ده، امال دول لو حكمونا هيعملوا فينا ايه؟ لما بيعملوا كده في بعضهم لو حكمونا هيعملوا فينا، هياكلونا، يقوموا يبقوا ايه؟ فتنه للذين كفروا. لكن لو فاهم كويس ما يحصلش الحكايه، يقوم يقول له اه ده في فهم بالطريقه الفلانيه وفي فهم بالطريقه الفلانيه على حسب وجهه نظر الفقيه، ويبتدي يتكلم بهدوء كده، فلو نظرنا للجهه الفلانيه نلاقي ان احنا بناخد الحكم كذا، ولو نظرنا من الجهه العلانيه بحكم كذا، يبقى هادئ الطبع. يقوم الناس يقول يا سلام ده الاسلام ده دين جميل بيراعي تغير الظروف وتغير الاحوال، ودين صالح لكل زمان ومكان. فرق كبير بين ده وفرق كبير من التاني، اللي مش فاهم الا فهم واحد، واحيانا يبقى فهم الواحد لا يطابق احد المذاهب او لا يطابق اي مذهب من مذاهب المسلمين، ده فهمه هو، ده طلع بمذهب جديد خالص لوحده كمان، فخد بالك. مهم بيقول لك ويصح ايضا ضمان سيده، يعني ويصح من العبد ضمان سيده لمين؟ لاجنبي. اجنبي يعني ايه؟ يعني انجليزي؟ يعني امريكاني؟ لا، يعني واحد ثاني غيره. ادي معاه هيضمن سيده عند ابنه؟ فعلا. اجنبي يعني واحد ثاني، غرباء يعني عن بعض، مفيش بينهم وبين بعض صله. ولابد من اذن سيده في هذه ايضا على المعتمد، ولابد ان العبد ده عشان يضمن سيده لاجنبي ان سيده ياذن له، عشان السيد ما يبقاش العبد ليه منه على سيده. واضح؟ لابد. على المعتمد يعني ايه؟ يعني في مقابل للمعتمد بغير، لا يشترط اذن سيده طالما لاجنبي. لما يقول لك على المعتمد دليل ان في وجه اخر، لا يشترط اذن السيد للاجنبي، اذن العبد لسيده لاجنبي لا يشترط اذن السيد. واضح؟ طب وليه قاعدين نقرا الحاجات دي ولا في رقيق ولا حاجه؟ ايوه تدريب للذهن، علشان تعلم ذهنك الحس الفقهي، وازاي تفهم وتفهم العباره ازاي، تقوم ما يبقاش بينك وبين التراث القديم حاجز، بحيث لما تيجي تقرا تعرف تفهمه، تعرف يفكروا ازاي. وقال العلامة الخطيب، الخطيب الشربيني، لا يحتاج الى اذنه لضمانه اجنبيا، لا يحتاج الى اذنه يعني اذن السيد لضمانه اجنبيا لسيده. لا ضمانه اجنبيا لسيده. قال الخطيب لا يحتاج الى اذنه، اذن سيده، لا ضمانه اجنبيا لسيده ولو باذنه، ويعتبر في الرقيق الموقوف اذن الموقوف يعني عليه. أي ايوه، ده قولا واحدا يعني مش على المعتمد في الصوره دي. ويعتبر في الرقيق الموقوف اذن الموقوف عليه،
لا اذن الناظر، رقيق وقف، يعني كان في رقيق يبقى وقف، ما هو الرقيق ده ملك، يقول لك الرقيق دول وقف مثلا على خدمة المساجد او وقف على خدمة الايتام، ده رقيق وقف، يعني تملكه جهة معنوية مش بني ادمين، جهة معنوية. كويس. ويعتبر في الرقيق الموقوف اذن الموقوف عليه لا اذن الناظر. لو كان الوقف ده وقف على الايتام يبقى لازم يأذنوا اولياء الايتام. كويس. لا اذن ناظر الوقف. واضح. وفي الموصى بمنفعته اذن الموصى له برضه. يعني احنا اوصينا، عملنا وصية ان الرقيق ده ينتفع به ابن عمي عشان مريض قعيد عنده شلل مسكين مثلا وعايز حد يرعاه، فروحت انا خدت عبد من عبيدي قعدته مع قريبي ده اللي هو يحتاج رعاية صحية، وقلت له انت مسؤول انك انت تقضي له مصالحه، تحميه وتأكله وتشربه وتوضيه وتصليه وتنقله وتفسحه وكل يوم تقعده وتخرجه وتتمشيه، ولما يبقى صاحي تقعد ترغي معه وتتكلم معاه تأنسه، ما تسيبوش لوحده، وتديله الدواء في مواعيده. يبقى ده موصى له، يبقى المريض ده موصى له، فلازم اذن الموصى له في الحالة دي. واضح. في الاكساب المعتادة والمالك في النادرة. في الاكساب المعتادة يعني في الامور المعتادة، يعني يضمنه في التعاملات المعتادة، لكن في تعامل نادر هيشتري عمارة، هيشتري بقى مش عارف ايه، لا دي حاجة نادرة، نرجع للايه، للمالك الاصلي اللي هو اوصى له بالمنفعة. واضح. ودخل في الرقيق المكاتب. المكاتب ده نوع برضو من الرقيق، بيبقى بيشتري نفسه من سيده باقساط، يتفق مع سيده يقول له انا عايز اتحرر، لان انا الوقت لي اعمال كثيرة في السوق، وفي اعمال بتقتضي ان انا اخد قرار، وهذا القرار علشان اخد رأيك في كل قرار هتعطل وحخسر كتير، فانا عايز اشتري نفسي منك، انت تبيعني بكام، تقبل في ثمني كام، يقول له 100,000 200,000 على حسب ما هو شايف، يقول له خلاص هدي لك انا 1,000 جنيه كل شهر لمدة 100 شهر وابقى تحررت، او 2,000 جنيه لمدة كذا. يبقى اسمه ده ايه، عبد مكاتب، بيشتري نفسه من سيده. ودخل في الرقيق المكاتب اللي هو ربنا بيقول ايه، فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاه. فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يعني قدرة على الكسب، علمتم فيهم خيرا يعني ايه، يعني قدرة على الكسب واداء الاقساط، علشان ما يتحررش العبد العالة، لا ده اللي يتحرر العبد اللي يعرف يعمل مشاريع ويشتغل، ما يبقاش عالة على المجتمع، ينام في الشوارع ويبقى بعد كده مجرم، لا العالة ده اللي ما يعرفش يكسب خليه يعيش عبد احسن، او ليه مكان يتقوي فيه، حد سيده بيأكله ويشربه بيجوزه مسؤول عنه، انما اللي يقدر يتكسب في الدنيا ده وطلب المكاتبة هو ده اللي تكتبه. واضح. ودخل في الرقيق المكاتب لكن يصح ان يضمن اجنبيا لسيده باذنه ولو عجز نفسه بعد ذلك، فقيل يبطل الضمان لانه صار الان قنا فلا يصح ضمانه. ورد يعني قيل دي مقابل للايه، قيل لما يقول لك قيل تبقى صيغة تضعيف، اذا كان العبد اللي هو مش مكاتب يصح انه يضمن سيده باذن سيده لاجنبي، يبقى المكاتب من باب اولى، حتى لو عجز عن سداد الديون وصار قنا، يعني ايه، يعني عبد زي ما هو ما تحررش برضه ما يضرش. واضح. ورد بان هذا دوام ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء. يعني في الابتداء يصح ضمان، انما انه صار بعد كده عجز ده دوام، فيقبل ضمان ويستديم الضمان حتى ولو عجز في المستقبل عن اداء الاقساط، وربما يعتق بعد ذلك، وربما يجي برضه بعد فتره يعتق ويبقى ايه ضمنه في ذمته. واضح.
فيبقى الضمان. وكالرقيق المبعض، المبعض اللي هو يملكه، المبعض اللي هو ايه؟ احنا قلنا اتنين شاريين عبد او تلاتة، جم اتنين من التلاتة حرروا الواد ده وصار الواد ده تلته عبد وتلتين حر، فيبقى عنده يوم عبد ويومين حر، يوم عبد ويومين حر، يوم عبد ويومين حر، واضح؟ يبقى اسمه المبعض، ده نوع من العبيد اسمه المبعض. فيبقى وكالرقيق المبعض، يبقى يصح ضمانه برضه في الاحوال في صور، ان لم تكن مهيئة. ان لم تكن يعني ايه مهيئة؟ يعني احنا كنا مقسمين الايام بتاعت العبد، الواد ده يوم السبت عند فلان، ويوم الحد عند فلان، ويوم الاثنين عند فلان، ويوم الثلاث اجازة. دي اسمها مهيئة معروفة الايام دي. فجاء في الايام المهيئة دي يبقى بقى حر في ايام معلومة وعبد في ايام معلومة. طب افرض مفيش مهيئة، يعني احنا مش مقسمين الايام، فالواد ده مشاع مبعض على المشاع، هو نصه حر ونصه ايه عبد، لكن ما نعرفش امتى نص الحر بيخلص ولا امتى نصه، لانه ايه مش مفيش مهيئة، مفيش تقسيم اوقات، واضح؟ او كانت وضمن في نوبة سيده، فان كان في نوبة نفسه لم يحتاج لاذن. افرض في مهيئة واليوم اللي هو حر فيه ضمن، ما يحتاجش اذن السيد بقى اللي هو يملكه امبارح ويملكه بكرة، لكن النهاردة ما يملكنيش، فيبقى في الحالة دي انا مش محتاج اذن السيد في الضمان، واضح؟ فان كان في نوبة نفسه لم يحتاج لاذن، فان عين السيد للاداء جهة اتبع ما عينه من كسبه او غيره، والا فمما يكسبه بعد الاذن في الضمان، ومما بيد مأذون له في التجارة. قول ويصح ضمان الديون. ايوه يلا قول. ايه ده فات الوقت. يلا أذن بقى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
عشر دقائق بس نقيم الصلاة إن شاء الله. قول: ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها. ويصح ضمان الديون، قد علمت أن المصنف أشار بهذا إلى شرط المال المضمون وخرج بالديون الأعيان، فلا يصح ضمانها ولا الإبراء منها. نعم يصح ضمان ردها، لأن العين اللي واخدها إعارة أو وديعة دي لازم يردها هي نفسها، فما يصحش أن أنا أضمن قيمتها لكن أضمن ردها. واضح؟ أما بيقول لك وخرج بالديون الأعيان فلا يصح ضمانها، يعني ضمان قدرها ولا الإبراء منها. نعم يصح ضمان ردها إلى مستحقها ممن هي تحت يده بإذنه أو القدرة على انتزاعها منه إذا كانت مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة، ويبرأ الضامن بردها للمضمون له ولو تلفت لم يلزمه شيء. ده الضامن لو تلفت ما يلزمه شيء، لكن يبقى الايه اللزوم يرجع للأصيل. كما لو مات المكفول ببدنه فإنه لا يلزم الكفيل شيء. أنا كنت متكفل إن أنا أحضره عند القاضي عندما يطلب، مات ما أحضره هذا الرجل، يبقى أنا مش مسؤول عن حاجة، هجيب جثته يعني؟ طب ما هو مات. فهمت؟ قوله المستقر في الذمة إذا علم قدرها، والتقييد بالمستقرة يشكل عليه صحة ضمان الصداق قبل الدخول، فإنه حينئذ غير مستقر في الذمة، ولهذا لم يعتبر الرفيع والنووي إلا كون الدين ثابتا لازما، وقرأ بقول إذا علم قدرها الديون المجهولة فلا يصح ضمانها كما سيأتي. هنقف هنا. قوله المستقرة في الذمة، قد تقدم أن المشهور أن المستقرة هي ما لا يتطرق السقوط إليها كالصداق بعد الدخول. يعني أنا أضمن الصداق، يعني المهر للزوجة لزوجي يتزوجها قبل الدخول. طب ما هو قبل الدخول غير مستقر المهر، كويس؟ غير لازم، هو غاية ما يلزمه نصف المهر قبل الدخول، فإن دخل لزمه المهر كله، فهو لا يستقر في الذمة إلا بعد الدخول. واضح؟ والأجرة بعد استيفاء المنفعة، برضو أنا أضمن الوقت إيجار السيارة دي لمدة أسبوع، هيدفع 5000 جنيه عشان يأجر السيارة دي أسبوع، يدفع 5000 جنيه للمكتب اللي هو صاحب السيارة. أضمن أنا قبل ما يعدي الأسبوع واستعملها؟ ما ينفعش. لما يستوفي المنفعة ويستقر الدين في الذمة أضمنه، إنما افرض مش هيستوفي المنفعة، افرض بعد يومين يقول لك العربية عطلانة مش عايزها الأسبوع، أنا مش عجباني، طب ما استقرش ال5000، ده هيدفع إيجار يوم واحد. فهمت؟ يبقى لازم يبقى الأمر مستقر في الذمة. والأجرة بعد استيفاء المنفعة، وما ذكره الشارح من الاعتراض بقوله والتقييد بالمستقرة إلى آخره مبني على هذا المعنى، اللي هو معنى أنها تؤول إلى اللزوم وليس معناها مجرد أنها تبقى في الذمة، بل تؤول إلى اللزوم، لأنها قد تكون في الذمة لكن غير مستقرة. ويجاب بنظير ما مر من أن المراد بالمستقرة اللازمة ولو مآلا، يعني في المستقبل، وعلى هذا فلا اعتراض. قوله إذا علم قدرها ضبطه المحشي بالبناء المجهول، قال لك إذا علم وهو المحفوظ إذا علم قدرها، لكن يرد عليه أو يرد عليه أنه يقتضي الاكتفاء بعلم غير الضامن وصنيع الشيخ
اصل لما يقول لك اذا علم قدرها، طب مين اللي علم؟ هو علم ده مبني للمجهول، قد يكون علم من غير الضامن، واحنا عايزين نقول الضامن هو اللي يعرف. فكلمه علم دي تحتمل ان اي واحد يعرف، مش شرط الضامن، فهمت؟ فمش عايزها اذا علم، هتبقى اذا علم الضامن قدره، عشان يبقى العلم هنا ينصب على الضامن نفسه مش صاحبه ولا واحد ما يعرفوش، فهمت؟ ضبطه المحشي بالبناء للمجهول وهو المحفوظ، لكن يرد علي انه يقتضي الاكتفاء بعلم غير الضامن، وصنيع الشيخ الخطيب يقتضي ضبطه بالبناء للفاعل اذا علم قدرها، وهو ضمير الضامن المعلوم من السياق، وعبارته اذا علم الضامن قدرها انتهت. فعلى الضبط الاول علم يكون قدرها بالرفع على انه نائب فاعل، وعلى الثاني علم يكون بالنصب قدرها على انه مفعول كما لا يخفى. واضح كلام الشيخ؟ طيب. قدرها اي وجنسها وصفتها، فمثل القدر الجنس والصفه كما اشار اليه الشيخ الخطيب، نعم يصح ضمان الديه مع الجهل بصفتها، لانها يرجع فيها الى صفه غالب ابل البلد مع كونها معلومه السن والعدد. ولهذا قال المحشي: فما فعله الشارح في كلام المصنف منطوقا ومفهوما لا يستقيم، اما الاول فلانه لم يزد في منطوقه الجنس والصفه، القدر وسكت ما قالش الجنس ولا الصفه كما قررنا، واما الثاني المفهوم يعني فلانه لم يستثني ابل الديه من المفهوم كما قلنا، ولا بد ان يكون الدين المضمون معينا لا مبهما، فلا يصح ضمان غير المعين كأحد الدينين. يعني هو مدين بدينين، او ما اقول له اضمنه في احد الدينين ما ينفعش، لازم تحدد اي دين فيه. ولو قال ضمنت لك مما على زيد من درهم الى 10 صح. طيب وكان ضامنا لتسعة على المعتمد، على اساس ان المغية لا يدخل في الغاية، على اعتبار كده المغية لا يدخل في الغاية، اما اقول له من درهم الى 10 يبقى 10 خارجة، يبقى يدخل لحد 9. وفي وجه مقابل قال لك لا ده الغاية بتدخل، يبقى يضمن لحد 10. واضح؟ يبقى فيها الوجهين. ولو قال ضمنت لك مما على زيد من درهم الى 10 صح، وكان ضامنا لتسعة على المعتمد ادخالا للطرف الاول دون الطرف الثاني، وقيل لعشرة ادخالا للطرفين، ولا يرد على الاول اللي هو قال لك تسعة ما يدخلش العشرة، ان النووي رجح انه لو قال انت طالق من واحدة الى ثلاثة وقوع الثلاثة، يعني لو واحد قال لي مراته انت طالق من واحد الى ثلاثة، يبقى طلقة طلقتين ولا طلقة ثلاثة؟ الإمام النووي قال لك تبقى طلقة ثلاثة. قالوا طب ليه هنا قلت في الطلاق ثلاثة وقلت في الدين يبقى أقل من إن الثلاثة تخرج؟ فهمت؟ وقياسه ترجيح العشرة هنا لأن الطلاق محصور في عدد، فالظاهر استيفاؤه، بخلاف الدين ما بيبقاش محصور في عدد. واضح؟ الدين مش معروف اخره قد ايه، انا اقول انا اضمنه من واحد لعشرة، لكن قد يكون هو مدين بمية، يبقى انا اضمن لحد 10 وخلاص، انا مش مسؤول بالباقي. واضح؟ لكن الطلاق معروف ان غايته ثلاثة ما يزيدش، فالدين مش معروف نهايته، فنلتزم بالعبارة، واخد بالك ازاي ننقص عنها، انما الطلاق معروف نهايته فنوفيه ونخلص، عشان ايه؟ لان اصلا الابضاع الاصل فيها التحريم، الاصل في الابضاع التحريم، فيبقى احتياطا، اما نوقع الطلاق ثلاثة احتياطا احسن، والستات كتير هتجوز غيرها بقى ونخلص، ما هنقول له خليها اتنين هيجي لك بعد شهر مطلق التالتة، ده راجل مطلق اصلا مش نافع، مش نافع، فريح بقى واقطع واخلص، دي طريقة الشافعية مش طريقة دار الافتاء. دار الافتاء دلوقتي بيلصموا. ليه؟ عشان سفه الرجالة في استخدام الطلاق. دار الافتاء قاعدين يلصموها وخلاص، علشان ايه؟ يبقى عن على البيوت. ف
فلو أفتوا بالشافعية نص المصريين يتطلقوا. فالحمد لله أنهم أفضل الإفتاء بيلصموها عشان يستروا البيوت. لكن النصيحة للرجالة ما تتكلمش بالطلاق إلا لو قصد الطلاق عشان ما يحتاجش مفتي. ما يبقى قصده يقوله ساعتها مش محتاج مفتي. إنما يقوله بعدين يقول أصل ومش أصل، دي قلة أصل. طالما يقول أصل ومش أصل يبقى قليل الأصل فعلا. لكن لو هو أصيل محترم زي ما قال يوم الزواج كده قبلت بوضوح، يقول طلقت بوضوح، تبقى أمور واضحة لا محتاج مفتي ولا غيره. لكن لا، شغل بقى أطفال وعيال ويقعد يعيط وأصل كنت زعلان، أصل قلت لها هاتي العيش مقمر فجبته لي مش مقمر، أصل قلت لها اعملي ملوخية فرحت لقيتها عاملة بامية فاتضايقت. حاجات كلها تافهة. لو تقعد تسمع القصص اللي بيحصل بسببها الطلاق يعني حاجة تقيئ، حاجة ما تستاهلش خالص، كلام فارغ كله. وقياسه هنا لأن الطلاق محصور في عدد فالظاهر استيفاؤه، بخلاف الدين ولو ضمن ما بين درهم وعشرة صح في ثمانية كما في الإقرار فإنه يلزمه ثمانية. والتقييد بالمستقرة أي تقييد المصنف بالمستقرة، وقوله يشكل عليه أي على هذا التقييد. لكن قد علمت أن هذا الإشكال مبني على أن المراد بالمستقرة ما لا يتطرق السقوط إليها، وتقدم أن المراد بالمستقرة اللازمة ولو مآلا فلا إشكال، فإنه أي الصداق، وقول حينئذ أي حين إذ كان قبل الدخول، وقول غير مستقر في الذمة أي لإمكان تطرق السقوط إليه كأن تفسخ النكاح بعيبه، فإنه يسقط الصداق حينئذ. لكن قد عرفت أن هذا مبني على أن المراد بالاستقرار عدم تطرق السقوط وليس كذلك، ولهذا أي لكون التقييد بالاستقرار يشكل عليه إلى آخره. وقوله إلا كون الدين ثابتا خرج به غير الثابت، وسيذكره المصنف بقوله ولا ضمان لما ولا ضمان ما لم يجب. وقوله لازما أي ولو مآلا يعني في المستقبل كالثمن في مدة الخيار فيصح ضمانه، وشرحنا الحاجات دي قبل كده على فكرة. وخرج به نجوم الكتابة وجعل الجعالة، جعل الجعالة أو جعل الجعالة اللي هي إيه؟ الحلاوة. احنا قلنا الحلاوة مقابل ان هو يعمل خدمة معينة تقول لو عملت كذا حدي لك كذا، يبقى ايه، او لو لقيت الشيء الفلاني اللي ضيع مني حدي لك كذا، يبقى دي اسمها ايه، جعل الجعالة. قبل الفراغ من العمل فلا يصح ضمانها، لكن بعد الفراغ من العمل يبقى استقرت يبقى يصح ضمانها. وقوله فلا يصح ضمانها اي الديون المجهولة، نعم يصح ضمان ابل الدية كما تقدم لما تقدم، وكما لا يصح ضمان المجهول لا يصح الإبراء منه، فالإبراء من الدين المجهول جنسا أو قدرا أو صفة باطل، لأنه يشترط لصحته علم المبرئ مطلقا. وأما المدين فإن كان الإبراء في معاوضة كما في مسألة الخلع اشترط علمه أيضا، وإلا فلا. ولو أبرأ إنسانا في الدنيا والآخرة أو في الدنيا فقط برئ في الدنيا والآخرة، وإلا فلا يبرأ منه لا في الدنيا ولا في الآخرة كما سيأتي، أي في قوله ولا يصح ضمان المجهول. ونقف على قوله ولصاحب الحق أي الدين مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه. هنا المضمون له ممكن يطالب من شاء بقى، يروح للضامن ويروح للأصيل، المهم يطلب حقه خلاص. نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.